السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبابي طلاب الصف الخامس الابتدائي بمدرسة التميز النموذجية، ها نحن الآن بمادة التربية الإسلامية ومع درس جديد في مجال السيرة وأولى غزوات رسول محمد صلى الله عليه وسلم، ألا وهي غزوة بدر، وكانت سنة 2 هجرية. افتحوا الكتاب يا شباب، صاد رقم 154. طيب، من يذكرني منكم بأسباب غزوة بدر؟ إيه هي سبب غزوة بدر؟ أولا، دفاع المسلمين عن دينهم ورفع الظلم عن أنفسهم. أول شيء، المسلمين يبوا يدفعوا عن دينهم ويبعدوا الظلم عن إيه؟ عن أنفسهم. طيب، اثنين، لاسترداد أموالهم المنهوبة اللي نهبوها الكفار. طيب، لاحظوا، ذهب المسلمين لملاقات قافلة قريش العائدة من الشام لاسترداد أموالهم المنهوبة. يبقى ذهب المسلمين فين؟ لملاقات قافلة قريش العائدة منين؟ من الشام. علشان إيه؟ علشان يستردوا أموالهم المنهوبة. أهل. طيب، عندما علم أبو سفيان بذلك ماذا فعل؟ غير سير قافلته إلى أن وصل إلى مكة، غير المكان. شوفوا، لاحظوا، انتبهوا، ذهب إلى مكة. عندما علم أبو سفيان بما يريده المسلمون غير سير القافلة وذهب إلى مكة. طيب، في رمضان في السنة الثانية للهجرة، وكانت غزوة بدر، صمم الكفار على قتال المسلمين فتوجهوا نحو المدينة. توجهوا نحو الإيه؟ المدينة. وعندما علم الرسول صلى الله عليه وسلم استشار أصحابه وقال لهم الكفار دلوقتي يريدون أن يقاتلوننا، فماذا نفعل؟ لما علم الرسول استشار مين؟ أصحابه، بالخروج علشان يواجهوا المشركين، فأكدوا رغبتهم بالدفاع عن الدين الإسلامي. تمام. خرج الرسول صلى الله عليه وسلم وكان معه كام يا شباب من المسلمين؟ كان معه قرابة 300 رجل، يعني 300 رجل، وكان المشركين 3 أضعاف. يعني عدد المسلمين في غزوة بدر كان قرابة 300 رجل. شو، لاحظوا الرقم 300 رجل، وكان عدد المشركين 3 أضعاف، يعني 300 و300 و300. طيب، أشار الصحابي الحباب المنذر رضي الله عنه على الرسول صلى الله عليه وسلم أن يستقر عند بئر بدر علشان يستفاد منهم يشربوا والمشركون لا يشربون. يبقى من الذي أشار على الرسول بالاستقرار عند بئر بدر أو ماء بدر؟ الصحابي الجليل الحباب بن المنذر. ممتاز. إذن سؤال، نشوف الطالب الرائع اللي كان منتبه، كم كان عدد المسلمين في غزوة بدر؟ جاوب. رائع، 300 مسلم. طيب، كم عدد المشركين؟ كان 3 أضعاف عدد المسلمين. طيب، تيجي نحسبها بالرياضيات، شوفوا كده، 3 في 300، ها، يطلع لنا الرقم كام؟ 900 مشرك. طيب، عدد المسلمين في غزوة بدر، علشان ما ننساش، عدد المسلمين في غزوة بدر 300 مسلم، وعدد المشركين 900 كافر. طيب،
كان عدد المشركين أكبر من عدد المسلمين بثلاثة أضعاف. ما هي أهم أحداث غزوة بدر؟ في رمضان يا شباب في السنة الثانية للهجرة كان المشركون أكثر عدداً وعدة، كان أكثر عدداً وعدة أسلحة من المسلمين، لكن الله تعالى قوى قلوب المسلمين وثبت أقدامهم وأنزل عليهم الملائكة فانتصروا، وفر المشركون تاركين وراءهم عددا من القتلى والأسرى، إذن فاز المسلمون في غزوة بدر. اسمعوا معايا يلا يا شباب هذه الكلمة الطيبة. يوم الجمعة السابع عشر من رمضان يوم تصارع فيه الحق مع الباطل، فزهق الباطل واندحر وظهر الحق وانتصر. غزوة بدر الكبرى كانت البداية في اليوم الثامن من رمضان من السنة الثانية للهجرة، حيث خرج المسلمون قاصدين عيرا لقريش كانت آتية من الشام، وعلى رأسها أبو سفيان، والذي علم بالأمر فأرسل إلى قريش يستنفرهم لإنقاذ أموالهم، واستطاع أن يفلت بالعير من طريق آخر وأخبر قريشا بذلك، إلا أن أبا جهل أصر على المضي للقتال كبرا وغرورا. اتجه النبي صلى الله عليه وسلم إلى بدر ونزل على مشورة أحد أصحابه بالنزول عند أدنى ماء من القوم ليكون الماء في حوزة المسلمين، ودعا النبي صلى الله عليه وسلم ربه قائلا: اللهم إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام لا تعبد في الأرض. التقى الجمعان ودار القتال بينهما، فانتصر المسلمون على قلة عددهم انتصارا ساحقا، وقتل 70 من المشركين وأسر منهم 70 أغلبهم من القادة والصناديد. وكان من نتائج هذا النصر المبين أن قويت شوكة المسلمين وعظمت هيبتهم بين العرب وضعفت مكانة المشركين، وصار يوم بدر يوما فارقا في تاريخ الإسلام. قال تعالى: وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. بعد أن استمعنا يا أحبابي إلى قصة غزوة بدر، هيا بنا لنتعرف على بعض البطولات التي خاضها الصحابة في غزوة بدر، ونبدأ بالصحابي الجليل المقداد بن الأسود رضي الله عنه. ماذا فعل المقداد بن الأسود رضي الله عنه؟ قال للرسول صلى الله عليه وسلم: امض بنا لأمر الله تعالى فنحن معك. وأيضا من الصحابة الكرام ولهم بطولات عمير بن الحمام رضي الله عنه. ماذا فعل عمير؟ استمع. الصحابي عمير بن الحمام رضي الله عنه الذي سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض، فأخرج تمرات من قرنه فجعل يأكل منهن، ثم قال: لئن أنا حييت حتى آكل تمراتي هذه إنها لحياة طويلة. قال: فرمى بما كان معه من التمر ثم قاتلهم حتى قتل. هذا هو عمير بن الحمام رضي الله عنه. فكانت بطولات الصحابة شاهدة عليهم رضوان الله تعالى عليهم جميعا. وأيضا من بطولات الصحابة في غزوة بدر معاذ بن عمرو بن الجموح ومعاذ بن عفراء رضي الله عنهما. طيب لاحظوا يا شباب ماذا فعل المعاذان؟ ماذا فعلا الصحابيان معاذ بن عمرو بن الجموح ومعاذ بن عفراء رضي الله عنهما؟ كانا غلامين من الأنصار في يوم بدر. سأل عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وهو واقف في الصف عن أبي جهل، بدأوا يسألوا عن أبي جهل لأنه كان يؤذي الرسول صلى الله عليه وسلم
كثيرا في مكة، فلما دلهما عليه قتلاه. الصغيران، نعم الصغيران هما الذي هم اللذان قتلا أبا جهل. ولما رآه الرسول صلى الله عليه وسلم مقتولا بعد المعركة قال عن أبي جهل، قال إيش؟ كان فرعون هذه الأمة، كان فرعون هذه الأمة. إيه اللي حصل بعد غزوة بدر؟ إيه النتائج التي حدثت في غزوة بدر؟ انتصر المسلمين على المشركين. أول نتيجة انتصار المسلمين على المشركين. طيب ما أسباب الانتصار؟ ليش انتصر المسلمين في غزوة بدر على الكفار؟ ها، أول شيء أنهم كانوا عندهم إيمانا صادقا بالله والتوكل على الله. هذا أول سبب، الإيمان الصادق بالله والتوكل على الله تعالى. اثنين، قوى الله تعالى قلوبهم وثبت أقدامهم. أنزل الله تعالى عليهم الملائكة للدفاع معهم. هذه هي الأسباب، أسباب نصر المسلمين في غزوة بدر، الإيمان الصادق والتوكل على الله، وقوى الله تعالى قلوبهم وثبت أقدامهم، وأنزل الله تعالى عليهم الملائكة للدفاع معهم. وبكذا يا شباب نكون انتهينا من درس اليوم، فهيا بنا لنراجع ما تعلمناه في هذا الدرس. أول شيء، دفاع المسلمين عن أنفسهم واسترداد أموالهم المنهوبة كان سبباً لغزوة بدر. اثنين، الإيمان الصادق بالله عز وجل والتوكل عليه سبب لنصرة المسلمين في غزوة بدر. ثلاثة، لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم رضوان الله عنهما جميعاً بطولات عظيمة في غزوة بدر. طيب، وفي نهاية الدرس لابد أن نستخرج القيمة المستفادة من هذا الدرس، ألا وهي حب الصحابة رضوان الله عليهم. ومن المظاهر السلوكية يا شباب، علينا أن نقتدي بشجاعة الصحابة رضوان الله عليهم، وأقرأ عن بطولات الصحابة في كتب السيرة لنتعلم منهم. وبعد نهاية الدرس هيا بنا للتقويم. صوب الهدف، غزوة بدر كانت في السنة 4 هجريا، ولا السنة الثانية من الهجرة، ولا السنة الخامسة من الهجرة؟ نعيد السؤال تاني يا شباب، غزوة بدر كانت في السنة الايه؟ الرابعة ولا الثانية ولا الخامسة من الهجرة؟ ممتاز، السنة الثانية من الهجرة. رابع. السؤال الثاني، من أسباب انتصار المسلمين في غزوة بدر إيش؟ قلة عدد المشركين وقوة المسلمين، ولا كثرة عدد المسلمين، ولا الإيمان الصادق بالله والتوكل على الله؟ ممتاز، رائع، الإيمان الصادق بالله والتوكل على الله تعالى. إذن من أسباب انتصار المسلمين الإيمان الصادق بالله والتوكل على الله تعالى. السؤال الجاي، قائد المسلمين في غزوة بدر هو الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أبو بكر الصديق رضي الله عنه؟ ممتاز، الرسول صلى الله عليه وسلم، الرسول صلى الله عليه وسلم هو كان قائد المسلمين في غزوة بدر. يا شباب، كم كان عدد سور القرآن؟ من يقدر يقول عدد سور القرآن كم؟ 115 سورة، ولا 120 سورة، 114 سورة؟ رائع رائع، بارك الله فيك، 114 سورة.
وبكذا يا شباب نكون انتهينا من درس اليوم، وأحب أشكركم على حسن استماعكم، وبارك الله فيكم ونفع بكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.